بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة عظيمة جدا غفل عنها كثير من الناس، أو لا يعلم فضلها كثير من الناس. من علم فضل هذه السنة وتركها استخفافا سيندم أشد الندم يوم القيامة على يسرها وسهولتها وثوابها العظيم. قراءة خواتيم سورة البقرة أو الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في كل ليلة. في الواقع قراءة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة لها ثواب عظيم جدا 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 لا تستطيع حاسبات وعدادات الدنيا أن تحسبها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهما نبي قبلي. تصور بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل هذه الآيات العظيمة من كنز تحت العرش. إذا يكون الفضل لقراءة هذه الخواتيم هدية من رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأمة لقصر أعمال هذه الأمة، لأن فيها التوحيد الصحيح والإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء في فضلها أيضا أنه قال فتح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فتح باب من السماء لم يفتح من قبل، ونزل ملك من السماء لم ينزل من قبل، معه سورة الفاتحة ومعه خواتيم سورة البقرة. معنى وسورة الفاتحة معلوم أنها تعدل كتاب الله بالكامل، فقال العلماء خواتيم سورة البقرة أيضا تعدل كتاب الله بالكامل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الآيتين: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. العلماء قالوا في تفسير هذا الحديث 6 أقوال كلها أفضل من بعض، كلها أفضل من بعض، يعني 6 أقوال عظيمة جدا. بعض العلماء قال أخذ من الثواب العظيم ما يغنيه عن أي ثواب آخر، أخذ ثواب عظيم جدا 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 من قرأ هذه الآيتين في ليلة يغني عن أي ثواب. بعض العلماء قالوا كأنه قرأ القرآن كله طوال الليل، وبعض العلماء قالوا تكفيه الشرك الأكبر والأصغر، لأن فيها الاعتقاد الإخلاص الحقيقي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات لها مناسبة عظيمة، يعني عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير. فأشفق الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية إشفاقا كبيرا، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله كلفنا من الشرائع ما نطيق، أما هذه فلا نطيقها. إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما تختلج به أنفسنا دون أن نتكلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولوا صلى الله عليه وسلم: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أن تتكلم به ألسنتنا. فقال صلى الله عليه وسلم يعني سر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يأتيك الشيطان ويقول لك: ماذا خلق، من خلق الله؟ نفسك تحدثك بذلك، وأشياء أخرى كثيرة النفس تحدث، ولا يستطيع أحد دفع الحديث النفسي حتى ولا الأنبياء. لذلك لو أصحابة من ورعهم وخوفهم من رب العالمين ظنوا أنهم لو ظنوا أنهم لو يعني حوسبوا على ما في انفسهم سهلكوا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا: اتقولون كما قالت بنو اسرائيل؟ قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، غفرانك ربنا واليك المصير. فجث الصحابه رضي الله عنهم على ركابهم وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، فنزل قول الله سبحانه وتعالى، فنزل التخفيف ونجت الامه كلها من هذا. فنزل قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله، كل آمن بالله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. التوحيد الصحيح. ونزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من قول وعمل وعليها ما اكتسبت من قول وعمل، ورفع عنها ما حدث به النفس ما لم تقل أو تعمل. وهذا من فضل، ولولا هذه الآيات ولولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم جسوا على ركبهم وأقروا لهلكت الأمة كلها. لذلك هذه الآيات لها فضل عظيم جدا. بعض العلماء إذا تكفيك الاعتقاد الخاطئ، تكفيك الشرك الأكبر والأصغر، وهي فيها الاعتقاد الصحيح. بعض العلماء تكفيك، وقال بعض العلماء في فضلها أنها إحنا قلنا 6 أقوال: تحقيق أعين الجن والإنس والشياطين،
لكن بعض العلماء قالوا هذا هو الصحيح، ان تكفي قيام الليل بالكامل وتاخذ قيام الليله كامله، وهذا هو الصحيح. لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ خواتيم سوره البقره في ليله كفتها قيام الليل. فقال العلماء انها بما انها تعدل قيام الليل، اذن هي بقيام ليله كامله. بمعنى انك لو وقفت على قدميك من بعد صلاه المغرب، والليل يبدا والليل يبدا من المغرب الى صلاه الفجر، هذا قيام ليله كامله. سوره قراءه خواتيم سوره البقره التي لا تاخذ منك دقيقه تعدل ذلك سوف الثواب. طبعا هذا معنى ليس معناه ان نتباطأ ونتخاذل عن قيام الليل، ولكنها الصمام امان وسنه عظيمه كان يفعلها سيدنا علي بن طالب، كان لا يمكن ينام ابدا قبل ما يقرا خطيب سوره البقره. هذا الصحابه رضي الله عنهم كلهم، يعني يكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كفتاه. فكان ارجح هذه الاخوان انها تكفيك قيام الليل، لان معناها تكفيك شيء معناها انها تعادله في الميزان. والذي يقوي هذا ويعضد هذا مثلا نقول الان عن خواتيم سوره ال عمران. جاء في خواتيم سوره خواتيم سوره قراءه العشر ايات الاخيره من سوره ال عمران لها فضل عظيم ايضا جدا جدا. وجاء في فضلها حديث فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح، والسنه والشواهد في السنه تقوي هذا الحديث. جاء في رواه الامام الدارمي عن سيدنا عثمان بن عفان الخليفه الراشد الثالث انه قال: من قرأ خواتيم او اخر عشر ايات من سوره ال عمران كتبت له بها قيام ليله كامله. من بدايه من قول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. أولا هناك شواهد كثيرة تقوي هذا الحديث. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال: نزلت علي في فضل هذه الآيات آيات الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. آيات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، عبادة التفكر كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. وذلك جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وروي عنه في هذه التفسير: تفكر ساعة خير من عبادة 80 سنة. وجاء عن عبد الله بن عباس: تفكر ساعة خير من قيام سنة. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كانوا يمارسون هذه العبادة، عبادة التفكر. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يخرج إلى البيداء إلى الصحراء وينظر إلى السماء ويتأمل ويتعبد ويتحنس وينظر إلى الكواكب والنجوم ويسبح، وهذه عبادة قلبية. ساعة عبادة بالشكل ده أحسن من قيام الليل بحالها، افضل من قيام ليله كامله. التابعون ك سفيان الثوري وسفيان بن علي وغيرهم، الواحد منهم كان يعني واحد منهم تفكر في قول الله سبحانه وتعالى: في الحميم يسجرون ثم في السلاسل يسحبون ثم في الحميم يسجرون ثم. فقال: تفكرت في هذه الايه فوضع يده في 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 في, في, في الماء فلم يخرجها حتى الصباح، وبال كان يبول على نفسه دما عندما يتفكر في هذه الايات ويخشى عليه. لذلك هذه الايات لان فيها التفكر وفيها ويقوي هذا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواظب على هذه السنه، وكان يقرا الايات الاخيره العشر الاخيره من ال عمران في عند قيامه لليل كل يوم في صلاه الثلث الاخير من الليل، يمسح النوم عن عينيه ويقرا هذه الايات، لان في اولا فيها ايات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ولذت هذه الايات تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم عما يكابده ويعانيه من مشقه من مشق في الدعوه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الى اخر الايات. فلذلك من يقرا هذه الايات مخلصا للنيه محتسبا الاجر يكتب له قيام ليله كامله، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ولا يتكلم الا بعلم. اذا ما جاء عن فضل آيات آل عمران يقوي ما جاء في فضل آيات البقرة خواتيم البقرة، وما جاء في خواتيم البقرة يقوي ما جاء في خواتيم سورة عمران. والدليل الآخر قوي جدا أيضا الذي قوي هذا وذاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين أو أي السراجين المنيرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيابتان أو كغمامتان أو كطيران صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة.
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى البقرة وآل عمران الزهروان، السراجان، المنيران. كأنهم وجهان، كأنهما وجهان لعملة واحدة. كأنهما وجهان لعملة واحدة. وإن البقرة ثم تليها سورة آل عمران في كتاب الله سبحانه وتعالى، وخواتيم آل البقرة لها هذا الفضل، وخواتيم آل عمران لها هذا الفضل. إذن خواتيم سورة البقرة أيضا هي بقيام ليلة كاملة، لأن خواتيم آل عمران بقيام ليلة كما جاء في الحديث عن عثمان بن عفان، والحديث الصحيح بتاع عثمان بن عفان أنها تكفيك قيام القلة، تكفيك قيام الليل فبقيام ليلة كاملة. إذن دي بقيام ليلة ودي بقيام ليلة. إذن نقرأ خواتيم سورة البقرة، ثم في تقول لن تقص منك اكثر من دقيقه او دقيقه ونص، وتقرا خواتيم او الصفحه الاخيره او العشر ايات الاخيره من سوره ال عمران، لن تقص اكثر منك اكثر من دقيقتين، مخلصا للنيه محتسبا للاجر، تكون قد حصلت قيام ليلتين كاملتين، تحصل من الثواب العظيم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ما نستخفش بالسنن، لان هذه السنن ستندم، اقسم بالله العظيم قسما احاسب عليها يوم القيامه من يعلم، هذه السنن سيندم عليها اشد الندم يوم القيامه، فاياك ان تفرط في هذه السنن العظيمه. تقرا خواتيم سوره البقره مخلصا للنيه محتسبا الاجر ان يكتب لك بها قيام ليله كامله، وتقرا خواتيم سوره ال عمران مخلصا للنيه محتسبا ان يكتب لك بها قيام ليله كامله. والحديث باذن الله معناه صحيح، لان هناك من السنه ما يعضده. فانا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، سخون شروق، اوعى تنام قبل ان تقرا خواتيم سوره البقره وخواتيم سوره ال عمران، بنيه ان يكتب لك قيام ليلتين كاملتين، فبذلك يكون هذا طريقك الى الفردوس الاعلى باذن الله. فنكتب لكم الكلام ده كله سخون شروق، نشهد هذا الامين في ثواب عظيم، ونعلم علما في انه اجر معلم يوم القيامه، لا ينقذ من شيء، تشيش في الجرس والشق في النار، اسالكم كل جدير وتساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.